معانا كابتن سندس حشانة لاعبة كرة اليد في النادي الأهلي. طبعا احنا بنرحب بيكي جدا في اليوم السابع. عايزاكي كده في البداية تقوليلي انتي اشمعنى اخترتي النادي الأهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء شكرا على الاستضافة. يعني أنا كانت لدي الكثير من العروض في أوروبا وفي تونس، وفريقي السابق كاستامون التركي، بس أنا فضلت النادي الأهلي لأني كلاعب بدور على الألقاب، والحمد لله يعني نادي الأهلي معروف هو فريق الألقاب والتتويجات، وإن شاء الله أني أحصد معهم التتويجات الممكنة إن شاء الله. عايزاكي بقى تحكي لنا كده استقبال لاعبات النادي الأهلي ليكي في أول تمرين واستقبال الجهاز الفني، حسيتي بإيه أول تمرين؟ صدقا يعني حسيت نفسي أني في تونس وفي نادي الأم، يعني ما شعرتش بنفسي غريبة ولا بغربة هنا، الحمد لله لقيت راحتي كتير هنا. دي مش أول تجربة احتراف ليكي، عايزاكي تكلمينا برضو عن التجارب اللي انتي خضتيها قبل ما تيجي النادي الأهلي. أكيد يعني أني كانت أول احتراف لي خارج تونس هو مع فريق كاستامونو التركي، كانت تجربة رائعة جدا لأنه من أحسن الأندية في تركيا، لعبت معه كأس أوروبا وهذه تجربة كانت جميلة جدا، خاصة على مستوى كرة اليد، يعني أنك تلعب في الدور الأوروبي يعني هذه حاجة كتير كويسة، والحمد لله يعني إن شاء الله هكمل مع نادي الأهلي في التتويجات إن شاء الله. عايزاكي بقى تقولي لنا انت يعني من ساعه ما جيتي النادي الاهلي ايه الاكتر حاجه انت بتفكري توصلي لها مع الفريق؟ افكر اني اتوج معهم بجميع الالقاب الممكنه، يعني متعود نادي الاهلي انه يتوج بها، بحب اني اعيش معاهم تجربه تتويجات ان شاء الله. عايزاكي بقى تكلمينا عن تجربتك بقى في مصر، انت قلت لنا انت اول مره تيجي القاهره، ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في الشعب المصري؟ لفت انتباهي الزحمة كتير هنا في مصر، بس الناس حلوين كتير وبيئة حلوة، يعني نفس العادات والتقاليد في تونس، يعني قدرت اني اتعايش مع الحمد لله. جربتي الاكل المصري ولا لسه؟ لا لسه، بس بدي اجرب الملوخية وفول وطعمية، هذه المعروف بها يعني في مصر، ان شاء الله راح اجربهم عن قريب ان شاء الله. سمعتي اغاني شعبي في مصر ولا لسه؟ أنا دايما بسمع أم كلثوم الحقيقة، بس لسه هلأ البنات رح يعودوني شوي شوي إن شاء الله. أي حد بيجرب يعني فكرة الاحتراف بيبقى متخوف دايما، خصوصا لما بتكون بنت. كلميني برضو عن أهلك، يعني تلقوا الفكرة دي إزاي ووافقوا إزاي على أن أنت تيجي مصر وتبقي، وأنا عارفة كمان أن أنت في تجربة زواج، فهتك تكلمين عنها. والله أنا يعني متعودة بالغربة يعني مع الفريق القومي، وكما قلت لك لعبت في تركيا مش حاجة جديدة، يعني بالعكس عائلتي مشجعتني أني نتوج، بس في مشكلة الزواج لأنه في العالم العربي بتعرف أنه البنت وخاصة أنها تكون متزوجة راح تلقى إشكالية، يعني خاصة في الاحتراف، بس أنا الحمد لله زوجي رياضي وإحنا فكرتنا رياضية، يعني ما هذا الزواج مش عائق أني احترف، بالعكس هذا سند إلي زوجي والحمد لله، وعلى فكرة أشكره كتير لأنه مساندني ومشجعني. احنا عارفين كمان أنه هو موجود معاكي في القاهرة وهيقعد معاكي فترة الاحتراف، احكي لنا بقى يعني دي حاجات دي سهلت عليكي إيه؟ سهلت علي أني أتأقلم بسرعة يعني في الجو، ما بحسش بغربة لأنه معي، وحتى في تنقلاتي وفي العيشة يعني أنه يكون زوجي معي أكون مطمئنة نستقر هنا وإلى أن يأتي ما يخالف ذلك. رياضي بيمارس كرة اليد ولا لعبة؟ لا كرة القدم بيمارس. يعني تعرفين عليه؟ هو يلعب في المركز نفسه بتاعي يعني سنتر هاف، ولعب كتير في تونس واحترف في ليبيا، وان شاء الله راح يكون احترافه في مصر ان شاء الله السنة دي. ايه معلوماتك عن كابتن محمود الخطيب؟ بعرفه هو غني عن التعريف، يعني كان أسطورة في كرة القدم، وان شاء الله اول فرصة لما الاقيه راح اخذ معه صورة تذكارية باذن الله، وان شاء الله نتلاقوا في اقرب وقت. ما فيش حد بقى موجود عندنا في مصر بنسألوش عن محمد صلاح، فكرة محمد صلاح أو تجربة محمد صلاح دي ممكن نلاقيها في كرة اليد؟ أكيد، يعني محمد صلاح هو لاعب غني عن التعريف وما شاء الله يعني من أفضل اللاعبين في أوروبا حاليا. بالنسبة لكرة اليد يعني مصر عندها العديد من اللاعبين المحترفين، عندها في فرنسا كمان، إن شاء الله ليش لا، يعني رح يكون في لاعبين مثل محمد صلاح في كرة اليد إن شاء الله. مين مثلك الأعلى في كرة اليد في مصر؟
في البنات ولا الأولاد؟ في الأولاد أحمد الأحمر هو لاعب كتير كويس، وفي البنات الحقيقة ما بعرفش كتير من الأسامي في البنات. أنت عارف مصر طبعا هتستضيف بطولة كاس العالم لكرة اليد 2021، ودي فرصة حلوة انك تكوني موجودة. أنت شايفة البطولة دي إزاي وشايفة تنظيم مصر إزاي؟ أنا متشوقة كتير مشان أحضر كأس العالم في مصر، هي تجربة جديدة عند يعني في البلاد العربية. أنا بفكر أنها رح تكون تنظيم كويس كتير، وإن شاء الله رح نكتشف إن شاء الله. يمكن أنت لما جيتي النادي الأهلي في ظروف طبعا مختلفة شوية عن أي احتراف تاني، في ظروف فيروس كورونا، أنت بتتعاملي إزاي مع الموضوع ده؟ إيه الاحتياطات اللي أنت واخداها؟ أكيد يعني فيروس كورونا هو قضية العالم الكل هلا، بس أنا كأي إنسان عادي عم أخذ احتياطاتي، ما أدخلش الزحمة كتير، بخلي مسافة بيني وبين الناس، ومع اللي جيل نتوايون مع اللي ماسك، وإن شاء الله خير، يعني ربي يحمينا جميع المسلمين إن شاء الله.